حلقة جديدة مع لعبة فري فاير. اول حلقة ليا ونسيت خسرنا واحد تحت. انا كنت هطرع من خير ممضي تم ممضي تم طيب خلاص احنا فصنا من خير مطرب اي واحد كده. واحنا عرضوش عموما الفيديو بقى يبدأ امتى؟ شايفين؟ يا جري استخبى بحس هون كده السر استخبى. يا نهار ابيض طب في كمية تفنيشات. اصبر واحد جاي عمري تميت عمري تميت عمري تميت. دلوقتي الجدعان انا مش لاقي اي حاجه افنشه كده. او ماي جاد خرجت من البيضة. واو فكرة رايح افنشهم بالكنابل بسرعة. فنش شايفين يا جماعة ازاي فنشتوا جيم واحد وانتم نوب بتحتاجوا خمسة عشان تفنشوا كتير. ولما حد بيبقى ناقص بتقولوا خلاص احنا خسرنا. ولو انا ما عايزين اسمي ياما كده خوفتوني فعلا. شايفين يا جماعة شايف بفنش من غير كلام فنشت. كل مرة بعمل نفس الحركة. فنش احنا هنخلص الكيمات ديت على كلها فوز. شايفين دلوقتي فتح سكوب اتفنشت بس مش مهم. استنى نشوف مين فايز حتى راسي. اذا انا اول حتى راسي ايوه كده اتعلموا مني. هو بيقول ادمي صح اما قال حاجه تانية. عموما مش مهم. فنش فنش خلاص قرا عليا. كل مرة بتفنشه من خير أي مساعدة.
انا لو مرة ما عرفتش اخرج يبقى كده احنا خلاص. باي باي. انا شفت الحركة ديت قبل كده فقلت اعملها فيهم. اسمع استنى يا جماعة هركركم تاني. دلوقتي الفيديو بتاع النهاردة كده خلص، هشوفكوا بقى حلقة تانية في فيديو جديد مع محمد شاكر. باي.